في صوتها خجل امرأة بدوية وأحاسيس إنسانة مصرية صاحبة المسافات التي اختصرت الطريق إلى قلوبنا. بكل لغات العالم غنت، وبكل مشاعر الحب استمرت، وبكل ترحيب هنقول لها سلامات. الفنانة المطربة نادية مصطفى في عقد النجوم. المطربة الجميلة نادية مصطفى منورانا. ربنا يخليك، ده نورك يا استاذ مصطفى. انا فوجئت ان انت سعيده قوي بالبرق والرعد والمطر اللي عندنا ده. جدا انا الدنيا حر بره، فانت كده حسستني بالانتعاش. طب استعدي للمفاجاه القادمه. ايه خير؟ واحد اثنين ثلاثه يا ماما. ايه رايك؟ يعني برق ورعد ومطر وارض بتتهز من تحت رجليك. الله الله ايه ده؟ انا كنت متخيل انت هتخافي. لا ما بخافش. ما بتخافيش؟ مش يعني الجو ده ما يخوفنيش، انا بسعد جدا بالمطر. بقعد كنت وانا صغيره كنت ما اشوف المطر اقول يا مطر رخي رخي على قرعه بنت اختي كده. حاجات مين؟ على قرعه بنت اختي. قرعه بنت اختي. بقول لك في كاتب بيقول ان الحب محيط من المشاكل. لا اذا في تفاهم وفي تناغم كده بين الطرفين ده مش هيبقى فيه. الحب محيط من حاجه، يبقى محيط من ايه؟ من الحنان والاحتواء. يا ماما في ايه؟ يا ماما ايه؟ مش انت بتحب الرعد؟ ممكن تصوري غنوه في الرعد والبرق والمطر؟ انا عملت ده. غنوه ايه؟ ما تقولهاليش في وشي. طب ما تقوليها كده مع الجو ده. ما فعلا رجعت صورتيها في الجو ده. يلا اما اطلع بس بتاعها. اتفضل قولها انت، قول الحب انتهى، ده انا عمري ما استنتها ولا تخيلتها، واستنى لما امشي ما تقولها ليش في وشي، مش عارفه لو تقولها هعمل ايه بعدها، هعمل ايه بعدها. قولي لي ايه الفكره اللي ممكن تزلزلك؟ الفكره اللي ممكن تزلزلني ان فجاه ما الاقيش ولادي جنب مني. في مثل سويدي بيقول لك وجه بلا ابتسامه زي حديقه في منتصف الشتاء. ابتسامتك الجميله دي امتى بعد الشر تغرب تبقى مكشره؟ متهيألي يمكن تغرب بعد ما ابعد شويه عن الناس. لو بعدت عن الجمهور وعن حفلاتي وعن شغلي كفنانة ممكن ابتسامتي تروح، لأن الفترة اللي بقعد فيها من غير شغل ببقى متضايقة قوي. بالتالي زي ما في ظاهرة طبيعية اسمها كسوف الشمس، في ظاهرة إنسانية اسمها كسوف نادية مصطفى، مش كده؟ بتتكسفي من خيالك؟ جدا بعد جداً. كل الفن والغنى والنجاح ده لسه بتتكسفي؟ قوي. قولي لي اساسا الكاميرا اللي انت حاططها في وشي دي على طول مخلياني حاسه ان انا بشيلها يعني. قولي لي الكسوف ده عمل لك مشكله؟ خلاني مش متواجده كما يجب. ليه؟ علشان انا ما بحبش، يعني بتكسف جدا ان انا اروح مكاتب اقول انا موجوده يا جماعه عايزه اكون موجوده في حفله. اروح لشركات انتاج اقول لهم انا عايزه حد ينتج لي. يعني اتكسف قوي ان انا اطالب بحقي. يعني امتى سماء العلاقه الزوجيه تبقى ملبده بالغيوم؟ اما نكون كل واحد بقى يعني مستني للتاني غلطه. حصل بينك وبين اركان فؤاد ان كل واحد بيستنى للتاني غلطه؟ لا ما حصلش، بس احيانا طبعا بتحصل مشاكل. يعني انا اول ما قلت لك هنا في ارصاد عاطفيه هنلاقي فيه زلازل وما اعرفش ايه وبركان، قلت لي ايه؟ بركان فؤاد. بركان فؤاد؟ انت متجوزه بركان فؤاد؟ ايوه هو فعلا بركان. هو للدرجه دي عنيف؟ يعني افهم من كده البيت فيه بركان؟ جامد يعني. فيه بركان؟ طب الحمم بتاعه البركان دي ممكن، انا اسف يعني، تحرقك تختشك تصيبك بشظايا؟ ممكن تصيبني بشظايا. لكن حصل بعد الشر انها وصلت درجه الحريق. احيانا كانت بتوصل لدرجه الحريق ووجود بعض الناس المقربين قوي لقلبي، مثلا امي يعني. انا بتكلم بصراحه شويه مش كده؟ لازم تتكلمي بصراحه طبعا. مش كده؟ طبعا. يعني امي مثلا الله يرحمها ايام ما كانت موجوده كانت بتقول لي انسي وعدي ومش عارفه ايه وحاجات كده. ما تخربيش على بيتك يا بنتي. ايوه بالظبط. والست مالهاش الا جوزها وبابا الله يرحمه كمان. بالظبط. طب هو اذا كان بركان انت ايه؟ انا جليد. انت ايه؟ جليد. جليد يا شيخه. والله العظيم يعني جليد مصطفى وبركان فؤاد.
ولا ايه؟ اما هو الجليد مع البركان حلو قوي عشان يطفي ال يعني انت هادية جدا وهو عنيف جدا. ده يعمل مناخ مستقر في البيت؟ الى حد كبير طبعا، احسن ما ابقى انا بركان وهو بركان كمان تبقى كارثة. المناخ ده بيبقى كوميدي ولا بيبقى فيه دراما؟ احيانا يبقى كوميدي، يعني ممكن وهو بتنرفز انا اروح ضحكه، وممكن متنرفز على الولاد اروح مضحكاهم عشان يعني المساله. قولي لي نسمه الحب عندك بيبقى طعمها عامل ازاي؟ جميله جميله قوي، انا اساسا عاطفيه قوي. فبحب المناخ العاطفي ده والنسمه العاطفيه الجميله دي. طب بحب الطبطبه كده والحنان طب في الحب اقول نسمه ناديه واعصار اركان ولا ايه بالظبط؟ هو كتير كمان برضو عنده نسمه يعني، بس هو عموما عموما البركان بيطغى شويه عن النسايم. النسايم شبوره القلق بتحوم في حياتك ولا بعيد عنك؟ اكيد في قلق، احنا بشر يعني طول ما احنا عايشين لازم يبقى في قلق حوالينا يعني. امتى الشبوره دي تزيد وتزيد وتزيد؟ لما بيكون في ستريس شويه يعني. امتى تبصي في المرايه وتقولي يا ناديه انت زي القمر؟ لما اكون مبسوطه. بصي انت زي القمر اهو، بصي وريني يعني. عشان مبسوطه عشان مبسوطه اني معاك. طب امتى تبصي بقى وتحسي ان وشك شبه الصحراء جرداء بلا اي ملامح؟ لما يكون مفيش حب. ده حصل كتير؟ يعني شوية مش كتير. ازاي بتروي مشاعرك؟ بعدي اي حاجة ممكن افكر فيها مش حلوة. تعرفي؟ تعرفي؟ ايه اكتر مرة حسيتي ان انت نفسك تصرخي في الصحراء؟ لا كتير. بتصرخي؟ احيانا. ازاي؟ بس مش بروح في الصحراء. ممكن لو انا في البيت لوحدي ممكن تلاقيني بصرخ. بتصرخي؟ طب بتصرخي ازاي؟ يعني لما ازاي؟ لما بتصرخي مين بيسمع صريخك؟ لا ما بحبش حد يسمع صريخي. ليه؟ علشان بحب انا اعمل ده لوحدي. قولي لي دموعك سيل ولا مطره بتنزل؟ انا دموعي قريبه بس مش شرط تبقى سيل، يعني ممكن وانا بتفرج على مسلسل دموعي تنزل. لو موقف قدامي في الطبيعه في الحقيقه وحاجه صعبت عليا ممكن احس بالظلم اعيط. ممكن وانت مندمجه في غنوه بتغنيها دموعك تنزل عليها؟ ممكن دموعك تنزل على حالك؟ ممكن تنزل على حال اللي حواليكي. ممكن. مالك متأثرة قوي كده؟ لا اصل انا عاطفيه بقول لك جدا، فسهل قوي انك انت تسرني عاطفيا. ممكن جهازك العاطفي مفتاحه مع اركان ولا مع حد تاني؟ مع اركان بس ومع ولادي بيعرف ومع الجمهور. بيعرف يستخدم المفتاح كويس ولا ممكن بيستخدمه كويس احيانا؟ دختي ولا لسه؟ دختي جدا. طب خدي نفس عميق. عندك اغنيه جميله قوي اسمها محتاجه. ايوه. انت محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اكون موجوده فنيا بالشكل اللي المفروض اكون فيه. عايزين بقى نسيب ناديه مصطفى الفنانه على باب الاستوديو. طيب. النهارده مع ناديه مصطفى الانسانه. طيب. محتاجه ايه كانسانه؟ الحب، حنان. اي مرء يعني اي اللي امراه في الدنيا لقيتيه ولا ما لقيتهوش؟ لا الحمد لله. طب عندي غنوه اسمها غلطانه. محتاجه زياده ممكن؟ لا الحمد لله. عندي غنوه اسمها غلطانه مش كده؟ غلطتي في ايه؟ في حاجات طبعا انا يعني بشر كبني ادم. ايه اكبر غلطه في البشر؟ خطاء يعني. ايه اكبر غلطه في حياتك؟ لا مش هقول لك. ليه؟ كده قولي لي لحسن افتكر حاجه غير اللي انت كنت عايزه تقولها لي بتبقى مشكله. لا مش عايزه اقولها ممكن. كم غلطه؟ لا هي واحده بس. هي اللي على بالي؟ لا مش هي اللي على بالك. انت من الشرقيه؟ والشراقوة كرم، الكرم هو اللي بيسيطر. بيقول لك عزموا القطر باين مش كده؟ اي طبعا عزم عشان من طيبتهم وكرمهم. صحيح. انت طيبه قوي مش كده؟ الحمد لله. طيبتك دي كانت سر نجاحك ولا سر كعبلتك وعدم وصولك للمكانه اللي انت بتحلمي بيها بسرعه؟ بعض الناس بيقولوا ان انا طيبتي هي اللي اخرتني، بس انا بقول لا انا طيبتي ما اخرتنيش، لاني في ناس كتير قوي بيقولوا لي احنا بنحبك عشان انت انسانه طيبه وبسيطه وتلقائيه وصادقه. فانا يعني انا مع دول، مع الحبه دول. لكن ان انا اكون غير شخصيتي وغير اللي انا اتربيت عليه اعتقد ان انا ما كنتش هقدر حتى اعمل ده. انا حاولت اعمل ده بس خدت تجربه مهمه جدا، خدت وقت صغير في حياتك، اشتغلت مدرسه فتره كده علشان تكوني سند وعون لاسرتك، وفجاه اكتشفت ان التدريس ده بينك وبينه
عقدة ما بتحبوش. بيني مسافات. مسافات فقررتي الغنى صح؟ اه صحيح. قولي لي في التدريس ايه المادة اللي عاملة لك عقدة وانت طالبة؟ الحساب. الحساب؟ ليه؟ مش عارفة يعني مرة يعني المادة ولا المدرس؟ لا المادة الصراحة لأن المدرس كان في منتهى الجمال وكان طيب قوي وكان يحبني. على كده أنت بتتخمي كتير في أي حاجة ليها علاقة بالعمليات الحسابية؟ أنا بقعد أعد على صوابعي لحد دلوقتي يا شيخة. والله ولو دخلتي محل ولا حاجة ممكن يضحكوا عليكي؟ كالكليتر لازم. طب يعني حتى ساعات هو يحسب لي أقول له لا ممكن تديني كالكليتر. طب ما عنديش مفيش كالكليتر. ممكن في يوم من الأيام أكتشف إن نادي مصطفى اشترت حاجة وخموها في الحساب؟ ده كتير حصل. بتتخمي؟ أيوه. قولي لي بقى إيه حكاية العقد الكتيرة اللي فيكي؟ ده كل اللي حواليكي بيقولوا انك انا اسف يعني مفيش عقده مش فيكي. أيوة. مظبوط. للاسف. طب وقت برنامج مش هيكفي نقول مع بعض كده اول عقده ايه بسرعه؟ حاجات كتير قوي يعني مثلا بخاف من الكلاب مثلا. الكلاب لازم اتعضيتي منه قبل كده؟ اتعضيت فعلا من الكلب. السواقه بخاف من السواقه. بتخافي من السواقه جدا؟ عشان كده يعني جيتي في ثلاث ساعات هنا لمكان الاستوديو. انا من الساعه 6 انت فين؟ انا مش انا في الطريق. انا في الطريق. امال لو انا اللي سايقه بقى تخيل كنت كان حصل ايه؟ كنت جيتي بكره. بص اقول لك على حاجه لو الطرق يفضوها لي انا مستعده اسوق. احنا هنبلغ غير كده ما يعني اي ميعاد حضرتك نازله فيه الشوارع والله تبقى. اركان حاول معايا كتير اسوق. طب ما الكلاب والسواقه ايه كمان؟ البحر. البحر انا غرقت مره كمان برضه. غرقتي؟ ايوه واحده صاحبتي بتعلمني العوم فغرقت منها فمن ساعتها كرهت. بعشق البحر بعشقه بس من بعيد لبعيد. من بعيد لبعيد ما اقربش منه. طب ايه غير البحر؟ تالت طياره بقى. والطياره يا ابو بقول لك مفيش عقده ما شاء الله. الطياره. طب لما بتسافري بتعملي ايه؟ بعد اقرا قران بقى علشان طمانينه بقى. ده انت يعني. مجمع كوكتيل عقد والضلمه اكيد بقى بالمره. وبعدين بقى مظبوط. ايوه. والحشرات؟ والحشرات مش كل الحشرات. الحمد لله. الحمد لله مش ايه كل بقى الحشرات. ايه لو ايه الحشرات اللي بترعبك؟ لا في حشرات يعني مثلا السحليه او اسمها البرص اللي لما البرص ده اخاف جدا منه. كلنا بنخاف. الصرصار الحمد لله الاستوديو بتاعنا. الصرصار اخاف منه لما يطير يعني عارف الصرصار اللي هو لكن لو هو ماشي على الارض هادي مفيش مشكله. لا ما اخافش منه. بس لو طار هو دي الأزمة. اول ما يفرد جناحه كده ما اعرفش. طيب ايه تاني غير كده؟ لا حاجات كتير قوي بخاف منها. الوقت مش الجمل. الجمل بتخافي من الجمل؟ الجمل لما يجي يطلع بقى فوق كده مركب جمل واجي قايمه. طب في غنوه هتصوريها فوق ظهر جمل ممنوع؟ لا هو لازم يعني. افرضي حبك غنوه عربيه بدويه محتاجه جمل. لا في حاجات انا بجازف فيها لكن ما اقدرش اجازف في الحاجات دي. الاماكن العاليه بتخافي منها؟ يعني لو انت مثلا ساكنه في الدور ال 17 او ال 20. يعني انا في الدور الكام؟ انا ساكنه في الدور الخامس بس جربت قبل كده بصيت من ادوار عليا دخت. دخت. الاسانسير بتخافي منه؟ بترعب منه بس لسبب. لسبب في سبب ان بنتي اتعرضت قبل كده لحادثه فيه فعشان كده باي اول اول مركب الاسانسير اقعد اقرا برده. عايز اعرف بقى ايه اللي مش متعقده منه يعني خلينا نقلب البرنامج بقى يعني ايه العقده اللي مش موجوده في حياتك؟ لا هو الصراحه انا إيه؟ انا كل عقد الصراحه ما اقدرش اكذب عليك. ده البرنامج ده كانه بالظبط لما فكرنا انتوا عاملين لي البرنامج ده مخصوص عشان مين عقده اكتر انت ولا الاستاذ اركان؟ ولا انتوا كنتوا بتكملوا بعض في العقد برضه؟ انا برغم ان عقد كتير بس سلسه بس هو عقده كتير وصعب الصراحه. شفتي سبحان الله يعني هو عنده عقد كومبليكيتد اكتر منك. قولي لي عقده من عقده هو مجنناكي طول الجواز ايه هي؟ لا يعني ما يعملش كنترول لو هو اتنرفز من حاجه فاهم ازاي؟ يعني تبان عصبيته بسرعه انا اعمل كنترول يعني اقدر امسك روحي ما يبانش انفعالي. ما احنا قلنا جليد مصطفى وبركان فؤاد اللي فات ده كان كله صادق ما عدا حاجه واحده انا ما قلتهالكش بس ليه كانت ايه؟ بعتبر الغلطه وندمان عليها. مش هتقولها لي؟ لا مش هقولها خالص. احنا اتفقنا وعديتها وانا ايه اللي خلاني قلت تاني؟ انا كل عقد بخاف من الكلاب بخاف من السواق البحر والحشرات مش كل الحشرات. انا برغم ان عقد كتير بس سلسه لو الطرق يفضوها لي انا مستعده اسوق. بعض الناس بيقولوا ان انا طيبتي هي اللي اخرتني. انا مع دول مع الحبه دول. انتوا عاملين لي البرنامج ده مخصوص عشان عندي غنوه اسمها جرالي مش كده؟ اللي جرالي اللي جرالي ايه اللي جرالك؟ يعني لو قلنا الانسانه ناديه مصطفى رحله حياتها ايه اللي جرالها؟ لا الحمد لله الى حد كبير راضيه عنها الى حد كبير. بتحكمي على الانسان من صوته؟ لا. الشاعر بشار بن برد بيقول لك الاذن تعشق قبل العين احيانا. ممكن بتوافقي يعني ممكن تحبي حد من صوته؟ طب اذا حبيتي حد من صوته بعدين لما جيتي شفتي وشه او شكله او شكلها مش مهم الشكل مش مهم الشكل لا 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 ايه الشيء اللي يزعجك؟
الشيء اللي يزعجني ان ممكن ما تفهميش صح. بتفهم. يعني أبقى انا بقى عندي وجهه نظر وتفهمني غلط وتظلمني. ام البنات ناديه مصطفى، فيروز وريم وهمسه، ربنا يخليهم لك. بالتاكيد كان نفسك في ولد. كان نفسي في ولد. عندك عقده ان ما عندكيش ولد؟ مش عقده، بس انا يمكن لاني جبتهم الثلاثه ورا بعض، لاني حبي ان انا كنت اجيب ولد، فاهم ازاي؟ فالتجارب جت بس الطفوله بنت، يعني بتحس ان البنت كمان بتبقى حبيبه مامتها. كان نفسي بقى فيروز اول ما اتولدت كنت فرحانه قوي بيها، فكان يبقى كان نفسي يبقى لها اخ يعني يبقى جنبها. طب ليه ما عملتيش محاوله رابعه يمكن يجي ولد؟ يا نهار ابيض. ايه؟ لا خلاص، حلو قوي كده. ثلاثه واكتفيتي. حلو قوي. انت كأم بتتعاملي معاهم ازاي؟ صاحبتهم في قسوه في حنان؟ لا لا، صاحبتهم قوي قوي، والحنان هو اساس علاقتنا مع بعض. من القسوه من بابا؟ لا، مش قسوة، بس يعني حازم معاهم. حازم. وده شيء انا بيسعدني عشان بتكملوا بعض. بتخافي عليهم من ايه؟ بخاف عليهم لان هم علشان يعني مقفول عليهم شويه، لان اركان انا بقول عليه صعيدي شويه، يعني هو سوري بس عارف الصعيدة اللي هم حازمين قوي مع اولادهم ودقيقين جدا ووراهم في كل حاجه وكده، ومقفل عليهم هم كده، فانا خايفه عليهم من الحياه. هل انت عادله في توزيع حبك ليهم ولا في حد بتحبيه اكتر من الثاني؟ لا، الثلاثه زي بعض. انا خايف يكونوا ورثوا منك العقد اللي جواكي. لا، ولا واحد عنده ولا واحد عندها اي عقده منك؟ لا. طب ما فيش واحد عنده واحده عندها اي عقده مختلفه عنك؟ لا لا خالص. ما اعتقدش. طب ورثوا صوتك الحلو؟ اكتر واحده فيهم بتغني حلو مين؟ الثلاثه بيغنوا حلو. وهمسه احسنهم؟ وهمسه وفيروز. انت مره قلتي ان همسه صوتها ما حصلش. همسه وفيروز صوتها حلو قوي كمان. بس ريم صوتها حلو بس ما مش بتحب تغني. ممكن يبقوا الثلاثه مطربات؟ ممكن. وانت ما عندكيش مانع؟ لا، ما عنديش مانع. بس انت تعبتي في المشوار. حتى لو تعبت بس مشوار لذيذ انا بعتز بيه. اتخميتي كتير؟ كفنانه ولا كانسانه؟ كانسانه. كانسانه طبعا. طبعا. انت ممكن تكوني بتخمي نفسك؟ ما اعتقدش ان انا بخمي نفسي. تعرفي تطنشي؟ دماغك دايما شغال؟ قلبك هو اللي بيحكم على الاشياء ولا عقلك؟ قلبي. سلوكك بيسبق صوتك ولا صوتك بيفكر الاول وبعدين يتكلم؟ لا، بفكر لحد كبير، وساعات يعني 1% يبقى مندفعه. 1%. مين بيغضب اكتر، انت ولا اركان؟ اركان. بتواجهي نفسك باستمرار؟ ايه اللي يقصف عمر الحب؟ عدم وجود كلمه حلوه اللي هي امتى تقولي لقلبك ليه؟ بسرعه كده ليه؟ امتى تقولي لقلبك ليه يا قلبي ليه؟ لو انا ما فكرتش صح في رد فعلي اقول. طب ما تغنيها له بقى. ده انت بتقوليها قواله ملهاش حل. اتفضلي. ليه قلبي ليه بتحلفني ليه؟ أخبي الحكاية وأداري عليه، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من اهلي وصحابي، وازاي بس اداري وازاي بجاري واتشوق اليه، وازاي بس اداري وازاي بجاري واتشوق اليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ ليه يا قلبي ليه؟ لقطت كلمتين هعمل منهم سؤالين. حيرة شبابي، شبابي كان فيه حيرة؟ لا خالص. لا. زمان 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 قبل ما تتجوزي أركان كان فيه خطوبة وفشلت، صح؟ صح. ليه؟ ما عرفتش ليه. ما تعرفيش ليه؟ من غير ليه؟ من غير ليه. لما بتيجي تعملي علاقة عاطفية بتحسبيها بعقلك ولا بتندفعي كده بكل ما فيه؟ لا، انا عاطفيه جدا، ماليش في ده خالص. يعني ده بيتلغي؟ امتى ياخد اجازه رسمي منك؟ تقريبا في كل وقت. 365 يوم في السنه عقلك يعني في اجازه؟ لا مش الدرجه دي. لكن هو اللي بيحكمني دايما قلبي. في علاقاتي، في حتى في شغلي. يعني في شغلي كمان برضه لازم اكون بحب قوي. مين تعب التاني اكتر، انت ولا هو؟ يمكن انا كنت تعبته عشان انا مثاليه شويه، فاهم ازاي؟ اللي فات خبيت عليا حاجه ولا كان كله مظبوط؟ لا، كله مظبوط. انا عاطفيه جدا، ماليش في ده خالص. حتى لو تعبت بس مشوار لذيذ انا بعتز بيه، ما اعتقدش ان انا بخم نفسي. هو اللي بيحكمني دايما قلبي. 1% يبقى مندفع. كان انا بقول عليه صعيدي شويه، كان نفسي كده.
انت كتومه صح؟ اه شكلك كتوم، وبالتالي انت عندك جواكي اسرار كل اصحابك وكل العيله والحاجات دي كلها. طب سرك مع مين؟ مع نفسي. مع نفسك؟ مش بيبقى تقيل عليكي؟ احيانا يبقى تقيل. لما تحبي تفضفضي بتفضفضي مع مين؟ ليا طبعا يعني اتنين كده في حياتي ما بقدرش اخبي عليهم حاجه خالص. ممكن تفضفضي مع اركان؟ مع اركان؟ مع اركان؟ لا لا. ايوه يا شيخه. شكلي هتطلق بعد البرنامج ده. لا لا بعد الشهر. ليه؟ هو ممكن ما يفهمكيش؟ لا مش ممكن ما يفهمنيش، ممكن افضفض له ويتخانق معايا على الحاجه اللي انا فضفضتها دي يعني. فاهم ازاي؟ يعني اندم ان انا قلت له. طب هو بيعرف يفضفض معاكي؟ لا يا يعني مفيش فضفضه بينكم خالص يعني. احنا بنتكلم كويس قوي وفي تفاهم بس جميل بس الفضفضه مش موجوده. بس لا مش كل حاجه هيقولها لي. بس ده ان احلى حاجه في الجواز الفضفضه. هو عايز اقول لك على حاجه، هو نفسه هو اللي فهمني ده. ان الراجل مش شرط يقول لمراته كل حاجه يا شيخ. يعني مخبي عنك كل حاجه؟ لا مش كل حاجه. لا ايوه برافو. يعني في حاجات انت ست واعيه. طبعا وبصحصحه وبتاخدي بالك من اي تصرفات مش كده؟ انا اركان اساسا ملوش اي تصرفات ممكن امتى تحس انه متغير؟ مش عارفة، يمكن لما أنا أبعد شوية، لو أنا انشغلت شوية في شغلي وكده فبحس إن هو ابتدى يتغير. ده طبيعي. بما إنك رومانسية، قلوب الناس اليومين دول بقت حجر؟ مش كل الناس. الناس اللي حواليك لو قلوبها حجر بتتعامل معاهم لا إزاي؟ مش حجر، أصل استحالة يبقى القلب حجر أبداً. لكن كل واحد بقى مصلحته، فاهم إزاي؟ مصلحته قبل أي حاجة. أنت مقاتلة شرسة، لو مصلحتك ضاعت منك تعرفي تجيبيها؟ لا خالص؟ لا. ضعيفة؟ ممكن أعيط. تعيطي؟ تبكي على حالك يعني؟ يعني بيني وبين نفسي كده اروح اخضع نفسي كده واقول انا ليه يعني. انت مستكينه على طول الخط؟ مش مستكينه. لا يعني زي ما قلت لك بتكسف قوي، فما ما ينفعش اطالب بحقي. يعني كلام زي كلمه مشاغبه وشجاعه ومتهوره وجريئه ومتمرده دي مش مصطوبه من قاموسك صح؟ خالص. امال ايه اكتر كلام ممكن يكون موجود في قاموس حياه ناديه مصطفى؟ الطيبة والاستكانة والشكوى لغير الله ما جل واللي يجيبه ربنا. أنا كويس. بقول أنا يمكن ربنا موفقني لحد النهاردة. برغم أن أنا زي ما بقولك مش مقاتلة يعني، مش جريئة، مش يعني كتير مترددة، فاهم ازاي؟ لكن أنا لأن صلتي بربنا حلو قوي فعشان كده ربنا وفقني. مين الاثنين اللي في حياتي الشخصية والفنية؟ مين الاثنين اللي بتفضفضي معاهم وبتحس أن هم دول اليمين والشمال وحوطينك؟ محمد سلطان وزوجة هاني شاكر. محمد سلطان اول من تلام بقى ليكي بالنجاح وال تمام. سلطان العاشقين ده كان غنوه ليكي برضو مش كده؟ قولي لي العشق على طريقه ناديه مصطفى، يعني ناديه مصطفى حين تصبح عاشقه ممكن تبقى عامله ازاي؟ سؤال غريب جدا. لازم عطاء من غير حدود. تعرفي تعملي الكلام ده كله؟ فيلسوف نيتشه بيقول المراه لغز مفتاح الحب صح؟ صح. أركان بيعرف يفتح؟ مفيش مشكلة. أنت لغز؟ لا أنا يعني كتاب مقري الصراحة. كده هو لغز؟ ليه ولا هو لغز إلى حد يعني إلى حد ما ساعات أقول أنا مش فاهمة. يعني إلى ساعات في حكمة قالها فيلسوف، قال لك كن عاقلا اليوم ومجنونا غدا. توافقيه؟ هو الجنون كل يوم أفضل الحالات. أنا عمري مش قادرة أتخيلك إنك مجنونة، ممكن تجنني؟ أنا نفسي أكون، نفسي أكون مجنونة، نفسي. إيه اللي بقى كاتم الجنان جواك؟ مش عارفة، أمي ربتني غلط. أمك ربتك غلط؟ أيوة. على الالتزام والتقاليد وإنك تبقي وقورة والكلام ده كله. مفيش مرة حبيتي تفكي الفيونكات؟ حبيت معرفتش. حبيتي معرفتيش. طب أنا عايز أسمع منك غنوة تانية. ممكن؟ ممكن طبعا. مال عليا مال. الله. اتفضلي. مال علي مال هل كأنه هلال، مال علي مال ترتى هل كأنه هلال، وانا قاعدة حيرانة لوحدي وفي عيني سؤال، مال على ايدي تا 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 قلت ايدي مال على ايدي ترا تا تا قلت ايدي ترا را را، قال لي سلامة ايدك ده انتي قولي العطشان، قال لي سلامة ايدك ده انتي قولي العطشان قولي العطشان.
خدي نفس بقى لان احنا مبسوطين من صوتك الجميل. الرائع الراحل صلاح جايين عند رباعية بتقول يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنى مش هيموتك لكن كتم الغنى هو اللي هيموتك. أيوة. ازاي كتمتي الغنى جواكي 5 سنين ورجعتي له تاني؟ انا كنت عايزة اقول لك ان انا يعني في الفترة دي من اسوأ فترات حياتي. ليه؟ حتى على البيت، لاني انا من جوايا بحب الغنى وما اقدرش يعني اعيش لحظة من غير ما اغني. انا في المطبخ بغني، وانا نايمه بغني، بصحى بغني، انا يعني حتى كل اكله ليها غنوه. يعني انت بتعملي كوسه غير وانت بتعملي بطاطس غير وانت بتعملي شوربه خضار؟ لا ممكن ولا مش مشكله؟ لا ما يعني لو انا بعمل غنوه جديده يبقى لازم هي الغنوه الجديده هي اللي تتقال. تمام. لو بتعملي اي اكله اي غنوه مش مشكله. لما رجعتي بالليله دي كانت بتقول ايه؟ الليله دي جيت اسلم، جيت ومش حاطب عليك، جيت وجرح الغدر يقلم، جرح قلب اللي بإيديك. الليلة دي جيت أسلم، جيت ومش هعتب عليك، جيت وجرح الغدر يقلم، جرح قلب اللي بإيديك. جيت أهن، جيت أمن، جيت أقول مبروك عليك، مبروك عليك. بمناسبة الغدر، ليه مكان في حياتك؟ إلى حد ما. ممكن وانت كنت بتغني الغنوة دي تكوني موجهة رسالة لحد ما في حياتك عمل معاكي كده؟ إلى حد ما. لا ما بحبش الإجابات اللي نص نص دي لو سمحت. مش معقولة يا دكتور والله العظيم اللي انت حطيني دي. يعني وانت بتغني الغنوة دي ممكن تكون رسالة موجهة لحد؟ أنا هقول لك إيه؟ أقول لك إيه يعني صح؟ ما تتكسفيش قولي. أيوة. خليكي صادقه. لا في دكتوره بسنت دلوقتي هتقولي كلنا مرينا بتجارب. كان كذب ولا لا؟ ده حقيقي، كلنا مرينا بتجارب صح ولا غلط. بس انت قلتيها باحساس. انتوا كمان يعني وانا في سنكم كده مريت بتجربه مش بتجارب. يعني لا ما هي ممكن تكون تجربه بكل التجارب. فوانت بتغني الغنوه دي كنت بتوجهي رساله لحد مش كده؟ ما كانتش في دماغي ساعتها بس قلت الله والله حلوه. والله حلو. لما كان دايما بيتقال ناديه مصطفى مسافات، ناديه مصطفى سلامات، كنت بتضايقي؟ عملت لك عقده الغنوه دي لانه فضلت مرتبطه باسمك مع انك عملتي اغاني كتيره جدا بعدها. لا انا منتهى السعاده لما اتقال ناديه مسافات يا شيخ. لكن اللي عملت لي عقده سلامات. ليه كده؟ لان كان كل ما حد يجي يذاعها يعني عايزين يذيعوا لناديه في الخريطه الغنائيه مثلا في الاذاعه او في التلفزيون يروحوا حاطين سلامات وكان ناديه ما عندهاش غير سلامات، فعقدتني الصراحه. طب ما سلامات زي مسافات الاثنين فيهم ات يعني الاثنين زي بعض وفي جوابات وفي جوابات كمان. بعد الشر جات لك اي شبوره قلق ورحتي لدكتور نفساني علشان يفكك؟ لا بس كنت بفكر في انت لما انا قعدت القعده دي كده فكرت قلت بما اني مليانه عقد كده وانت انت اكتشفتها. في لحظه دايما بتزورك من حين لاخر؟ لا انا اصل يوميا لازم اول ما احط دماغي كده اقعد احس بروحي وتنامي بعد ما احس بروحي. طب غمضي كده، اصل عندنا فقره من حب نجومنا يحلموا. دلوقتي لو انت قررتي انك تملكي القدره على انك تجيب الحلم اللي انت عايزاه تحلمي بايه؟ خليني كده افكر معاكي. ممكن ناديه مصطفى يا اولاد تحلم بايه؟ تحلمي بايه دلوقتي؟ غمضي عينك. لا غمضي عينك بجد، ما تقوليش كانسانه. اوكي ما هقول لك ايه؟ كفنانه. كفنانه غمضي عينك برضو. نفسي اعمل كليب جديد. هي دي. بس غمضي عينك خالص عشان نحاول نفكر. لا ما تخافيش مش يعني بتحلمي بايه؟ انك تعملي كليب مثلا يكسر الدنيا؟ نفسك. طب ايه اللي مانعك؟ اللي مانعني موضوع الانتاج دلوقتي. وما ادراك ما الانتاج. ماله الانتاج؟ لا الانتاج بقى صعب دلوقتي. ليه؟ بيعمل ايه الانتاج؟ علشان اغلب الشباب اللي قاعدين دلوقتي عارفين كويس قوي الحاجات الريتميك بقى والسريعه وكده. لا 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 عارفين دلوقتي الاغاني او ما بتبقى متكلفه جامد جدا ويروحوا عاملين لود داون من على اي سايت ويسمعوا الاغاني. اوكي فدلوقتي اغلب الشركات الانتاج اجحموا او بعدوا عن ان هم ينتجوا اغاني جديده.
صراحه، لان ما بقاش الموضوع مربح بالنسبه لي. وطبعا مستحيل الاقي ناديه مصطفى بتعمل غنوه ريتميك الناس بترقص عليه. ممكن لا لا يعني. عادي عادي. يعني الزمن بتاع الغنى اليومين دول معقدك شويه؟ لا مش متعقده طبعا، من بالعكس انا انا عايزه اكون موجوده فيه. عايزه ما فيش حاجه ثانيه معقداكي؟ لا على فكره انت عندك عقده في العلبه دي. العلبه دي فاكره عبد المنعم ابراهيم؟ لا ما فيهاش فيل، فيها عقده. العلبه دي فيها ايه؟ فيها عقده. فيها عقده، بس عقده حلوه، عقده جميله. يا ريت كل الناس تتعقد بيها. اتفضلي حضرتك افتحي العلبه وطلعي العقده. لا 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 انا خايفه. افتحي العقده. انا خايفه. في عقده هنا. خايفه. يلا. لا والنبي استاذ مصطفى هنقعد لبكره. هنا في عقده لناديه مصطفى وبتحبها، وعقده حلوه. ما اصل انا لو عقده حلوه شجعوها يا اخوانا عشان تفتح العقده بتاعتها. يلا اذا عقده حلوه اوكي، بس اذا عقده وحشه هتلاقيني وقعت على الارض. علبة جميله. يلا هي ما هي العلبه الحاجات ساعات بيبقى شكلها حلو بس جواها. مدام ناديه صدقيني هتشكريني والله هتشكريني. بسم الله الرحمن الرحيم. مدي ايدك بقى وطلعي يا مامي. ايه ده؟ الله الله شوكولاته شوكولاته. الله 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 الله. هاتي بقى واحده وانت هتاخديها كلها ولا انا إيه؟ عايز اعزم عليكم كلكم يا ولادي. يلا بصي ولادي حبايبي خدي نفس وكلي براحتك بقى الشوكولاته اللي انت عايزاها عشان تعرفي مين اللي قفشالي سر الشوكولاته ده اللي جبتها لي. اوكي هموسه هموسه. خدي نفس خدي نفس خدي نفس خدي نفس. البيت يعني ربة البيت مطربة بتملي البيت بقى غنى طول الوقت. يعني انت بتطبخي بتغني وانت مع اولادك بتغني. أيوة. ده على طول. ده حقيقي. لما حد يغني عليكي بتعرفي حك على ايه؟ حد يغني عليا؟ محدش يقدر يغني عليا. محدش يقدر يغني عليكي خالص؟ لا يعني حد يغني عليا يقول لي كلام حلو يعني مش عارفه ايه كده قوي او اي معلومه غلط او الكلام ده كله. لذيذ. بتحبي تسمعي كلام الغزل من اركان؟ طبعا طبعا. بيدلعك يقول لك ايه؟ ندوش ندوش. وانت بتقولي له ايه؟ اركوش ندوش واركوش. ندوش واركوش. لو وساعات يقولي نادو نادو. لو اتخانقتوا بعد الشهر اتخانقوا على ايه؟ لا صعب قوي بالتالي انا مش فاكره طبعا حاجات بس يعني الخناقه بتاعت احيانا تبقى حاجه تافهه يعني. لا بتاعت بقالنا كتير ما اتخانقناش. انا بضحك عليك ده بعد البرنامج شكلنا. بتتابع كل اخبارك في الجرايد والمجلات؟ في حاجات ببقى متابعاها وفي حاجات اسمع من الناس ان اقري كذا. بتحبي القرايه؟ لو كنت كتاب تكوني ايه؟ روايه ولا اسطوره ولا ديوان شعر ولا قصه قصيره؟ ليه؟ عشان بالتالي انا اولا بحب الروايات جدا. وبرضو يعني واحب اتفرج على افلام وكده والمسلسلات وكده وحاسه ان حياتي اساسا كده. روايه. لو روايه عنوانها يبقى ايه؟ ناديه مصطفى لو روايه يبقى عنوانها ايه؟ بسرعه. تعب القلوب. تعب القلوب. لو آلة موسيقية تكوني ايه؟ انا بحب آلتين، كمانجا والناي. اهم ما يميزك كأم؟ صديقة. اسوأ صفاتك كأم؟ لا ما بتهيألي لا. احلى مزاياكي كزوجة؟ بفهمه. اهم صفاتك كصديقة؟ الصداقة طبعا اهم حاجة. ان مش عارفة الميزه اللي فيكي كانسانه. لا انا لسه ما قلتش. بس طيب انت عايز بسرعه كده تفكري؟ مش عايزك تفكري. طيب الميزه اللي فيكي كانسانه يعني. ممكن استوعب اللي قدامي بسرعه. اللوكلوك بتاع الستات ده من عاداتك ولا ما فيش؟ ان احنا نرغي يعني. رغيين 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 بتكلموا. لا بحب ارغي طبعا. بتحبي ترغي مع مين؟ بحب اتكلم مع صاحبتي اللي قلت لك عليها. تتكلموا في اي حاجه مش كده؟ ممكن اتكلم على البلد كلها واحنا قاعدين. تتضايقي لو حد اتكلم عليكي؟ مش مشكله. لو اقرب الناس اليكي؟ لو حد اتكلم عني يعني. لو مش هيتكلم بوحش لان الحمد لله انا عامل كده. انت عاده في الحياه بتحب الهمس ولا الصخب؟ بحب الهمس. الهمس الهدوء بعشقه. طب معانا همسه دلوقتي ايه رايك؟ همسه همسه. يلا يا همسه. عايزين نعرف منك اهم العقد والوساوس والمخاوف اللي بتتميز بيها النجمه ناديه مصطفى. الاول خالص هي كانت عايزه ولد عشان هي عندها بنتين فيروز ورين. اول ما عرفت ان انا بنت قعدت تعيط. لا هي ماما بتموت في حاجه اسمها شوكليت.
اي حاجه شوكولاته. تفتكري يا همسه اكتر حاجه بتكرهها في شكلها هي ايه؟ بتكره مناخيرها واحنا برضه صارعيننا. همسه عايزين نعرف منك النجمه ناديه مصطفى وهي صغيره، كان في حاجه مثلا عامله لها عقده او مشكله حصلت لها، العقده دي لسه معاها مستمره لغايه دلوقتي؟ هي قالت لي مره كلب عضها فهي ما بتحبش الكلب. لا هي مش جريئه. جميله بتخاف. اعمل ايه؟ ايه الشجاعه دي كلها؟ ما شاء الله. ايه الشجاعه حتى دي؟ حتى بنتي بتقول عليا جبانه. شفت عيطتي؟ شوفي همسه قد ايه جميله، لما جت همسه قعدت تعيطي. يعني جالك بيبي قعدت تعيطي؟ عشان ما انا قلت لك وجهه نظري ان انا كان نفسي يبقى اخ للبنات دي. طب بعد ما كبروا بقى بناتك وكده وبقوا حواليك؟ والله العظيم بمليون راجل. برافو عليك، يبقى انت كنت غلطانه. انا كنت غلطانه. اوعي تكون دي الغلطه اللي انت قلتي لي انا مش هقول لك عليها. لا كانت ايه الغلطه؟ مش هقول لك. طب انت ممكن تاخدي قرار غلط وبعدين ترجعي تندمي عليه؟ ممكن طبعا، بس نادر على فكره. ما بتعرفيش تندمي ولا بتندمي؟ لا ممكن اندم شويه صغيرين بس بعد كده برجع اقول لا انا غلطت اساسا. غلطتي اساسا؟ الغلطه اللي حاسه انها ممكن تكون افادتك. سؤال غريب بس ممكن يحصل، يعني ممكن يكون حد قال لك نصيحه فعملتي عكسها فنجحتي مثلا. ممكن اقول لك ان انا اشتغلت مدرسه وقررت ان انا اشتغل مدرسه. مدرسه ايه بالمناسبه؟ مدرسه انجلش. انجلش. وبعد كده رجعت في كلامي بقيت مطربه. دي غلطه. انا فرحانه ان انا عملتها يعني، لان اصل المدرسه برضو يعني حاجه كبيره يعني مش صغيره يعني. انا بحترم جدا كل المدرسين. اهم درس علمتولك الحياه ايه؟ لا حاجات كتير قوي اتعلمتها بجد والله. طيب الدرس الاول؟ الدرس الاول ان ما ينفعش ان انا تبقى ثقتي كلها في حد. تاني؟ يعني لازم احترس شويه. التاني؟ التاني ان انا لازم اكون جريئه اكتر، لان مش مفروض الخجل ده بيخلي الانسان يتراجع اكتر. في تالت ولا مفيش؟ في كتير بس مش هعرف مع السرعه دي. مش هيجي اليوم، هيجي اليوم يا ناديه انك فعلا تستوعبي دروس الدنيا وتعملي أتمنى. كل ده اتمنى. هيجي؟ اتمنى. ايه حكايه مناخيرك بقى دي؟ مالها دي؟ هتتضرب ضرب البنت. يلا ما تروحي، انت مشكلتك بنتك وانت حره معاها، انا ماليش دعوه. بس ايه حكايه مناخيرك؟ لا انا مش بكره مناخيري، بكره زي القمر اهي. بكرهها من الناحيه دي من الشمال. لو انت صورتوني من الشمال. طب اهي والله احلى. استاذ خالد هاتها من الناحيه دي ومن الناحيه دي. لا مش بحب مناخيري ناحيه الشمال. والله حلوه قوي. بحبها ناحيه اليمين. الاثنين احلى من بعض. وعلى طول بحب اصور من ناحيه اليمين. طيب وانا كنت فاكره ان دي عقدتي انا بس، لكن انا عرفت بعد كده ان في يعني نجوم كبار بيحبوا يصوروا من الناحيه. انا حسيت كده فقعدتك يمين. على فكرة أنا هقول لك الغلطة في ودانك وبصوت واطي خالص محدش هيسمعها. الغلطة في وداني؟ لو الغلطة اللي أنا قلتها لك كانت هي مظبوطة اللي أنت خبيتيها عليا اضحكي، لو مش هي ما تضحكيش. لا مش هي. طلعت غلط، طب خدي نفس. عندنا علم الترو، دكتوره بسنت يوسف هتقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط. الترو علم مصري قديم، عن طريق تاريخ الميلاد والاسم اللي بنحولهم كلهم لكروت من كروت الترو بنقدر نعرف مواصفات حضرتك الشخصيه ونحكم على الكلام اللي انت قلتيه. اذا كان صح ولا كذب؟ ها؟ والله ما كذبتش. نوقف والله يا الله يا بيه. يلا اتفضلي يا دكتور. فنانه ناديه مصطفى فعلا صريحه جدا وصادقه جدا، مع انها بتحير الناس اللي حواليها كتير قوي، لانهم احيانا بيبقوا مش فاهمينها. وما بيتوقعوش ردود افعالها، يعني رد فعلها تجاه موقف ممكن يختلف تجاه نفس الموقف بعد كده. النهارده انا هقول حاجه يمكن انا مستغرباها لانه اول مره بقولها، انا دايما بقول للناس الذكيه انه ذكائهم خارق. لكن انا اول مره بكتشف انه ممكن يتقال على حد انه عنده بصيره خارقه. يا سلام. بالفعل. الله. قوي. لا انت احساسك قوي جدا، حدسك قوي جدا. ما اعتقدش ابدا انه ممكن يخونك، بتقدري تحكمي على المواقف وعلى الناس وعلى المواضيع كلها باحساس، بتدعميه ببراهين بعد كده، لكن احساسك عمره ما بيخيب ابدا. صح. بالنسبه لك الغنى مش بس ممكن ابتسامتك تغرب لو ما غنيتيش، لانه الغنى بالنسبه لك مش موهبه ولا هوايه ولا مهنه قد ما هو
مريح لاعصابك. صح، اعصابك بترتاح لما بغني لما وتواجد. صح صح، صحيح. بتغني ايه للكوسه؟ قلتي انك طيبه، انت فعلا طيبه، وطيبتك الزياده بتخليكي حساسه قوي زياده عن اللزوم. حساسه لاقل كلمه وبتنجرحي بسرعه جدا، ده بيرهقك نفسيا وبيرهق الاخرين. بس على فكره هي صريحه قوي. ليه بقى؟ ما هي حاجه واحده بس اللي انا قلتها الصراحه، ان هي قالت في حاجه بس مش هقولها. ايوه شفتي بقى، شفت عشان تعرف. الفنانه ناديه مصطفى ليها اهتمام خاص بالثقافه والتعليم، انه مش اي ثقافه ومش اي تعليم، ليهم ليميتس معينه لازم نوصل لها. تقديسك للحياه الزوجيه مضاعف من الاسم ومن مجموع الاسم مع الاسم التاني. بص بص عشان تعرف، بصي اركان، شوف مضاعف بشكل غير عادي. انا عايزه اعرف حاجه. حضرتك قلتي انك بتصرخي وانت لوحدك، بس في حاجه كمان، حاجات اكيد ما قلتيهاش، ولو فعلا الحيطان ممكن تنطق وتقول وانت وحيده بتبقي حاسه بايه؟ اعتقد ان الحيطان هتقول ايوه يا اختي. ايوه يا اختي. طبعا بتسرحي بخيالك كتير قوي قوي قوي، تروحي لبعيد قوي، ويمكن انا بتهيألي العاطفه، يعني دايما الشخص العاطفي بيبقى كده دايما. صح، انت فعلا انسانه عاطفيه جدا، وبتحصل عندك قفله عاطفيه لو حد من القريبين منك زعلك قوي، القريبين اللي بتحبيهم وبيحبوكي. يا سلماس يعني. تمام. هنعمل المراية. المراية. كارت المراية حضرتك هتاخديه تبصي فيه، شوفي ملامحك كلها فيه. طيب. دقائق في ملامحك من فضلك، ودقائق في ملامح عينيكي كويس الكارت. حضرتك هتحطي الكارت مع بقية الكروت بعد كده. دقائق كويس كده في الملامح. هيحصل ايه؟ طب قولولي. هتشوفي ناديه مصطفى في المرايه. ماشي. عايزه حضرتك تاخدي كروت تحطي كارت جواهم. بعدلته كده زي ما انا. لا بتقلبي الكارت. ايوه كده. اوكي. هنقلب الكروت. برج ايه؟ بصوا بقى، بص انت برج ايه؟ عقرب. عقرب. بس اول العقرب. ما تعرفيش تلدغي ها؟ يعني واخده من الميزان. شفتوا؟ واخده من الميزان. شفتوا الحركه دي؟ قولي لي بتعرفي تلدغي؟ لا. خالص. انا كتير جدا يقولوا لي شكلك مش عقرب. اقول لهم يا جماعه والله برج العقرب، يقولوا لي شكلك مش عقرب. العقرب بيعمل ايه؟ انا مش فاهمه. يا جوزاء كده. يعني في ناس كتير مهتمين جدا بموضوع الابراج ما يصدقوش ان انا عقرب. المرايه، الكروت اللي قدام المرايه هتبين اللي حضرتك شايفاه وعارفاه واللي كل اللي حواليكي شايفينه معاكي. بما انها كتومه المرايه متاخره. وراهن اراهن 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 كتومه 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 كتومة. ده مش موجودة أساسا. مفيش. مفيش. مخبية. أنا أعرف. ده راحت فين؟ أنا أعرف المراية فين أهو. هي فعلا كتومة بس مش كدابة. مش كدابة. لا ما بكذبش أساسا خالص. أهي. شوف بقى. شوف جبال. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن ده اللي قدام المراية واضح إن حياتك بيحصل فيها تغيير. أنت شايلة همه شوية أو مستنياه بس تغيير. على غير العادة. واضح انه فنانة نادية مصطفى محتاجة الاجازة بعيدة او بتفكر. طب والله العظيم صح. ايه ده فظيع. الفنانة نادية مصطفى مستحلفة لحد عامل حاجة. والله العظيم صح. والله صح. مستحلفة لحد. هتقولي لي بعد البرنامج. طب وبعدين؟ ها؟ مين هو؟ طيب ماشي. اللي ورا المراية. اللي انت مخبياه بقى. اتفضلي. ورا المرايه. قرار او اختيار. حاجه من الاثنين. مش عارفه تاخديه، قرار مش عارفه تاخديه، محتاجه تفكري فيه ضروري، مش قادره تتكلمي فيه مع حد، لانه بتختاري بين حاجتين، حاجه يمكن هتضايقك لو حصلت، والحاجه الثانيه هترضيكي انت وغيرك. في القرار هيبقى مين اللي هيزعل ومين اللي هيتبسط. وده ما بتتكلميش فيه. سرحتي فكرتي. لا اصل بجد ما شاء الله عليها فظيعه. تمام كده؟ طيب خلاص خلاص خلاص. ايه ده خلاص كده؟ طب قولي لي هاخد انهي قرار؟ لا ده قرارك انت مش قرار المرايه. انت شايفه ايه؟ انت شايفاني ازاي؟ خلصنا الوقت خلاص؟ خلاص الحمد لله. مش وقت عندك؟ الحمد لله. تمام انا عندي عقده. يا ساتر يا رب. ليه بتحس بايه يعني؟ بتسمعني تحس بايه؟ لا بحس ان انا مبسوط، بس العقده بتاعتي في جيبي.
عايزك تاخديها لا لا شوكولاته كانت هناك ما تخافيش وانا مش انا جبت لك شوكولاته انت مش بتخافيها دي كانت عقدتك انا حلي لي عقدتي بقى انا حليت لك عقدتك حلي لي عقدتي طب ما كل واحد يحط ايده في جيبه يا استاذ مصطفى لا 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 عقدتي بتقول لي ان ناديه مصطفى هنا هو ايوه لا انا خايف لا ما تخافيش وانا بخايف والله في عقده والله في عقده طب ابص مش مهم احط ايدي لا لا لازم تحط ايدك طلعي العقده طلعي العقده طلعيها بسرعه يا ماما انا خايفه ايه رايك طلعي العقده بسم الله ايوه كده منك ايوه اهي عقده اهي ايه ده عقده ايه ده خضتني منك الكاميرا بقى وفكيها نادية مصطفى كل عقد بخاف من الكلاب بخاف من السواق البحر والحشرات مش كل الحشرات انا برغم ان عقد كتير بس سلسه لو الطرق يفضوها لي انا مستعده اسوق بعض الناس بيقولوا ان انا طبتي هي اللي اخرتني انا مع دول مع الحبه دول انتوا عاملين لي البرنامج ده مخصوص عشان عاطفية جدا ماليش في ده خالص حتى لو تعبت بس مشوار لذيذ انا بعتز بيه ما اعتقدش ان انا بخون من نفسي هو اللي بيحكمني دايما قلبي 1% يبقى مندفع اركان انا بقول عليه صعيدي شويه كان نفسي فعلا الفنانه المطربه ناديه مصطفى في عقد النجوم